قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة مميزة بعنوان عيد التجلي الإلهي، حيث استضاف البرنامج الأب الدكتور حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية، الذي تحدث عن الزمان ومكان التجلي الذي حدث على الأغلب على جبل طابور في فلسطين، حيث أظهر فيه السيد المسيح مجده لتلاميذه ليؤكد لهم أنه هو الرب والمخلص وليثبت إيمانهم حين يروا ألامه وموته فإلى هناك. طيب حادثة التجلي أبونا تقدر هيك توصف لنا إياها بأحداثها؟ ودائما حوادث أو الرسائل المتوجهة يسوع دائما تكون من الجبال، يعني من كان جبل سيناء العهد القديم أو جبل عريب أو جبل طابور أو جبل الزيتون أو جبل التطويبات أو دائما في الجبال. فبرضه كمان موضوع الجبال هل هو له معاني خاصة بحب ينقلها أو وصل لنا إياها السيد المسيح؟ أعتقد في البداية أريد أن أحدد للمشاهدين المكان والزمان. نعم. يوم عن تحديد المكان والزمان حتى نعلم ونعرف أين نحن في العهد الجديد. نعم. في أي مكان وفي أي وقت. مروقي يقول بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام. نعم. ما يعني بعد هذا الكلام؟ أنا في حادث في نقطة ما يقيس منها مرلوك يقول بعد 8 أيام، وفي بعض هذا بيجي 6 أيام. ما تعني مرقس يقول 6 أيام؟ لماذا؟ لأنه النص الإنجيلي نص الكتاب المقدس ومحمل الله، ولكنه إيحاء ذكي وتفاعلي، ترك للأنبياء في العهد القديم والرسل في العهد الجديد حرية التعبير وحرية التقدير. نعم. فمتى ومرقس عندما بشروا أعلنوا كلام الله للبشرية، متى قدر أنه 6 أيام، لوقا قدر أنه 8 أيام. وهذا يؤكد على بلاغة وصحة الأناجيل وحرية الرسل في اختيار المفردات والتقديرات. إذن هو وحي ذكي تفاعلي مع قدرات الإنسان وثقافة. هذا الحدث تم بعد لقاء المسيح مع الرسل في قيصرية فيليبس. نعم. وسألهم من أنا في حد قول الناس؟ نعم. قالوا يقول الناس أنت إيليا وإرميا أو أحد الأنبياء. ثم أعلن بوحي من الروح القدس وحي من الله. ماربطوس قال أنت المسيح من الله. نعم. لبطرس. بعد هذه الحادثة في قيصرية فيليبس وقع حادثة التجلي على جبل طابور. ألا أغلب المصادر القديمة في شبه إجماع المصادر القديمة من القديس كيرلس الأرشنيمي في القرن الرابع، قديس جينوس أباء الكنيسة يقول إنه جبل طابور. الوحيد يقول إنه جبل الشيخ هو أزيبيوس القيصر. لا. هو الوحيد. ولكن في شبه إجماع في المصادر المسيحية القديمة، المراجع المسيحية القديمة، إنه في جبل طابور وهو في ساحل مرج بن عامر. لا. الكرب من الناصرة، والأثرات القديمة موجودة هناك بدءا من القرن الرابع والخامس الميلادي، الخامس السادس، رفع عصر القيادات ما كان فيه إمكانية للكنائس. في طبيعة وبساطة بطرس يعني شاف إنه هذا إيليا وصل، مبسوط كان بهذا المنظر بهذا البهاء اللي جلى يسوع المسيح، فما بده كان ينتهي، فقال له إنه خلينا نعمل خيمة إليك وخيمة لموسى وخيمة لإلي وقعدوا امكتوا هون ونضلنا هون قاعدين يعني. نعم. وأراد أنه هذا المنظر ما ينتهي ويضلهم هناك، ظهر صوتا من الغمام قبل الصوت. نعم. إجاء أمنية. لا قبل الصوت. نعم. هذه أمنية بطرس أن يبني 3 خيام. نعم. يعني إحنا من 3 خيام خليكم ونحن ننظر إليكم نتمتع بالمجد الأبدي. أنه كانوا ينظرون إلى السماء، كانوا ينظرون إلى السماء كامل المجد. نعم. هذه الأمنية إلى حد ما نعم نفذت. نعم. تمت. نعم. على جبل طابور في كنائس بنيت في القرن الخامس والسادس. نعم. وعلى أثار بنيت كنيسة في القرن 12 على زمن تاكريت العصر الصليبي. سنة 1921 بنت حراسة الأراضي المقدسة كنيسة على جبل طابور. نعم. وهندس هذه الكنيسة المعماري العالم المعروف الإيطالي أنطوني بارلوسي. أنطوني بارلوسي معروف من المعماري المشهورين بالعالم. بنى الكنيسة ب3 صحون. نعم.
صح نظن الأيمن هو كراموسا موسى الأيسر إيليا وفي فسيفساء لهم وفي الوسط فسيفساء التجلي هذه الثلاث صقور ترمز إلى أو الممرات يعني أقصاب الكنيسة ترمز إلى ثلاث